المنتخب محمد مرسي. إضافة إلى تكرار رفض الانقلاب أكثر من 10 مرات، تطرق التقريران إلى مذبحتي رابعة العدوية والنهضة وما أعقبهما من اعتقالات وتنكيل طال الآلاف من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي الذي اعتبروه ما زال الرئيس الشرعي لمصر. المفارقة أن هذا التغير المفاجئ في خطاب الإعلام المغربي يأتي بعد وقت طويل من اعتراف المغرب رسميا بنظام السيسي، كما أنه كان أول المهنئين بوصول السيسي إلى الحكم. بل وتشكلت في هذا السياق لجنة عليا مشتركة بين الرباط والقاهرة لبحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. ذهب البعض في تفسير ذلك إلى أمرين، أما الأول قد يكون ردا إعلاميا لردع الإعلام المصري الذي تورط أكثر من مرة في الإساءة للمغاربة ومهاجمة بعض السياسات الملكية. إذا كانت الجمهورية المصرية تسمح لنفسها أن تتحدث من خلال إعلامها الرسمي بمس ثوابت المغربية كالمؤسسة الملكية ومواضيع أخرى أو الوحدة الترابية للمملكة المغربية، فلتكن على يقين بأن المغاربة لن يسكتوا لها على مثل هذه التجاوزات. ثاني الفرضيات استندت على أساس العلاقات المتوترة بين المغرب والجزائر. ينضاف إلى هذا الزيارة الأولى التي قام بها السيسي إلى الجزائر وكان مؤشر على التحول، ثم يمكن أن نضيف إلى هذا المقطع إدخال مسألة الصحراء في هذه الملحة والتي يمكن أن تكون قد أثرت بشكل كبير. إذاعة التقارير في سياق حصاد 2014 رغم أنها تناولت فقط أحداث 2013 أثارت مزيدا من التساؤلات عن الأسباب الحقيقية التي غيرت الخطاب الرسمي في هذا التوقيت، ويبقى المغرب وحده من لديه الإجابة الحاسمة.